مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنعمل فيه اللوك بتاع العروسة القمر دي. انا عارفة ان الفترة دي هتكون صعبة جدا ان انا اشتغل على نفسي وانزل لكم فيديوهات شرح على نفسي، بس الفترة دي هنزل على مودلز يا اما على عرايس. زي ما انتوا شايفين كده، اول حاجة هعملها ان انا بعد ما رطبت وشها، هي العروسة عاملة ميكرو بليدنج. بالنسبة لي الميكرو بليدنج او التاتو انا بحب الغيهم عشان ارسم الحاجب على طريقتي انا او ارسمه براحتي، ما يبقاش باين التحديد قوي بتاع التاتو او الميكرو بليندنج. بعد كده ابتديت اخد البرايمر بتاع بيبي سكين واحطه على مناطق المسام. العروسة بشرتها دهنية جدا، فانا لازم استخدم لها برايمر كويس، وفي نفس الوقت لازم استخدم فاونديشن فول كفر ومخصوص للبشرة الدهنية. هنا انا استخدمت الفاونديشن بتاع هدى بيوتي، هو طبعا اكتر فاونديشن بيثبت على الوش من ناحية ان هو للبشرة الدهنية. هوريكم وانا بدمج بالبيوتي بلندر كان عامل ازاي. شايفين مش عايز يتحرك معايا بالبيوتي بلندر، ده اكتر عيب انا بكرهه في الفاونديشن ده، بس الفاونديشن ككفر حلو جدا. زي ما انتوا شايفين انا بالعافية ان انا بحركه بالبيوتي بلندر او بدمجه بالبيوتي بلندر، عايز ايد سريعة ان هي تدمجه بسرعة. تاني حاجة عشان خاطر اعرف ادمجه، انا دلوقتي رشيت فيكس بلس على الوش كله، وهسيبه لحد ما ينشف او هنشفه بالمروحة زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هبتدي احط البيوتي بلندر على الوش. اوعي ترشي فيكس بلس على الفاونديشن وتروحي واخده البيوتي بلندر حطها على الوش دايركت قبل ما الوش ينشف. كده هتلاقي ان الفاونديشن طلع معاكي في البيوتي بلندر وبقى على الوش. دلوقتي انا طبعا هنا زي ما انتم شايفين العروسه وشها مليان شويه، فاحنا حابين ان احنا نطول الوش. زي ما انتم شايفين انا باخد الكونتور على تحت، حتى الكونتور اللي عند الدقن من تحت انا بمشي على العظمه وببتدي اسحبها على الرقبه. تمام، زي ما انتم شايفين كده. عايزه تدمجي بورشا براحتك، عايزه تدمجي بالبيوتي بلندر، الانسب بالنسبه لك او اللي انت بتريحك في الدمج. شايفين حسيتوا ان الوش طول معايا ازاي؟ لو انت لقيتي ان العروسه اللي قدامك او الموديل اللي قدامك عندها لغد، اللغد ده ما تحطيش الكونتور عليه، انت كده بتكبري الوش اكتر، انت بتمشي على العظمه زي ما انا كنت ماشيه على الكونتور. هنا ابتدينا نرسم العين، واول حاجه كنت ثبت فوق العين يا اما بلوز باودر يا اما بافتح لون معاكي في البلد. العروسه هنا كانت عايزه حاجات على بيتش شويه وبنيات، فابتديت اول حاجه ان انا اخد لون انتقالي معايا على اورنج. بعد كده ببتدي اغمق في الكورنر شويه وابتدي اخد لون بني. هنا ابتديت احط لها لون شمر على جولد شويه. بس العروسه بعد كده قالت لي ان هي عايزه حاجه تبان اكتر معاها في التصوير، بس مش كتير، فابتديت ان انا احط لها جليتر خفيف كده فوق اللون الشمر عشان يبان معاها في التصوير. لازم تساليها الاول بتحب الجليتر ولا لا، عايزه لون هادي لمعه هاديه ولا لا، اللي هي الالوان الشمر، عشان خاطر في ناس ما بتحبش الجليتر وممكن تتفاجئي بعد ما حطيتي الجليتر ان هي ما بتحبوش، فهيكون صعب ان انت تشيليه من على عينيها، فانت لازم تسأليها الاول اذا كانت حابة اللمعة القوية ولا لا. بعد كده بقى كانت حابة لون الروج على كشمير شوية، ابتديت اعمل لها اللون اللي هي عايزاه. بعد كده بقى هفنش الوش واشوف لو في حاجة ناقصة فيه، زودي بلاشر في الاخر قبل ما العروسة تمشي من تحت ايدك، زودي هايلايتر لان الحاجات البودر دي بتطير بسرعة او بتخف بسرعة على الوش. بس وبعد كده بعد مرحلة الهايلايتر هسيبكم مع الفيرست لوك، ويا رب اللوك بتاع النهاردة وبتاع العروسة بتاعت النهاردة يكون عجبكم. الفيديو سريع، بس حبيت ان انتوا تستفادوا حاجة بدل ما انا مش عارفة ان انا اطلع اعمل لكم فيديوهات. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.